نعم. طيب أستاذ أمير، بالنسبة للآخر المستجدات، يوم أمس أنتوا كانت لكم مناشدة اللجنة التنسيقية عن سجن الحل الإصلاحي وغيره، أكو مستجدات بهالخصوص؟ أستاذ أنور، بالنسبة لأوضاع السجون، أوضاع السجون مزري طبعا. بالنسبة لوزير العدل اللي أكثر من مرة ناشدنا وطالبنا، وحاليا جاي توصل يعني مناشدات من داخل السجن، وخصوصا سجن الحل الإصلاحي بالإضافة إلى سجن الناصرية. هسه سجن الحل الإصلاحي لحد يوم أمس يعني شخوص، طبعا نرجع على المسميات، وهم جاي يستخدمون فقط ألقاب أستاذ أنور. يعني نريد نتعرف عليه، منو هذا الشخص حتى نطلع نسولف عليه بالاسم. بعدهم أبو فلان والحجي والمدري شو اسمه. نعم بعدهم؟ نعم بعدهم سيد علي وأبو سمانة وما أعرف من، وذولا سجن الحل الإصلاحي. زين، معالي الوزير هو بدل المدير قبل فترة، يعني استبدل المدير. اي شنو يعني اللي اجى مثلا بداله؟ وهذا حسب ما وصلنا يعني هذا معاون مدير مو مدير، يعني رجل المدير النزلاء يشيدون بجهوده ووضعه، ولكن هذا اللي معاون المدير اللي هو قاسي يعني بشكل لا يطاق. وصل الامر وخلي يسمعنا وزير العدل، وما يسمعنا وزير العدل الظاهر، يعني الصوت ما يفيد. ذيك المره يعني قبل فتره انه عوائل السجناء وقفوا وباب السجن استاذ انور، يعني سووا اعتصام مفتوح. نعم. على مود ابنائهم، وهذا حقهم، يعني حقهم دستوريا، حقهم انه يوقفون يعبرون عن رايهم، ولكن احنا ما نريد الامور توصل هاي المواصيل. يعني النزلاء حسب ما جاي ينقل لنا على ضوء كلام النزلاء اللي داخل، وناس يعني موثوقين، وناس يعني اصحاب شهادات، ويعني مو كل اللي دخل بالسجن انه هذا الانسان سيء. يعني جاي يوصلنا شيء من داخل السجن استاذ انور، يجبرهم على شراء الممنوعات. يستر. يعني اما تشتري الممنوعات، اما تتم بهدلتك، يعني بيش نص انه نبهذلك، اما انت اذا ما تريد تشتري يعني تاخذ الممنوعات، لا وزعها على ربعك اللي يمك، وقاطع ثاني الكربلائيين خلي توصل لوزير العدل. خاف يقول المعلومه مو دقيقه او المعلومه مو صحيحه، خلي يروح على قاطع الكربلائيين وشوف من اللي مشرف عليه، من السائق اللي وي المعاون اللي جاي يدخل، اللي يقولون له سيد علي ما اعرف شنو اسمه. فهاي المواضيع مواضيع خطيرة أستاذ أنور، مواضيع جاي تأثر سلبا على المجتمع، على إصلاح النزلاء إذا كان هناك إصلاح. أنا بالنسبة لي كشخص وأتحمل ما أقول، ما لا يوجد أي إصلاح في السجون العراقية نهائيا، يعني بشكل نهائي للأسف. فاللي جاي يصير مجرد يعني مساومات، مجرد على قضية الحوانيت. وصل سعر هذا الجداحة أستاذ أنور، سعر الجداحة هاي الوصل السعر، إذا ما يدري الوزير خلي يدري، يعني 50,000 دينار في سجن التاجي وفي سجن أبو غريب وفي سجن الحل الإصلاحي والناصرية الإصلاحي، يعني جداحة 50,000. والمدير أحد المدراء ما أريد أذكره، يا مدير سجن يقلهم لازم أنا أخذ من شركة الميقات 1,500، يحسبون لي 1,500 من السعر الرسمي. زين الجداحة هي هسه بالشارع بربع دينار، يعني 250 دينار عراقي، بينما داخل العفو أستاذ أمير بس سؤال ألف. شركة الميقات اللي هي تابعة لهيئة الحج والعمرة بعد تقود السجن، مو على اساس غيروها مال الاطعام. استاذ انور اكو حلقه سابقه تكلمت وياك على شركه الميقات، واجانا اكثر من تهديد، ولاول مره انا قلت تهددنا، ولكن ابين لك الصوره شنو. احنا مو على التهديد هسه مهتمين للتهديد، لا، ولكن شوف الحفاظ على هذا الكميه من الفساد. يعني دولة رئيس الوزراء وين؟ هو رفع شعار احنا بخدمتكم، ورفع شعار احنا كلا للفساد. يا معالي وزير العدل، احنا انا وزير العدل بعد ما اناشده، بالنسبة لي انا رئيس الوزراء احكي ويا رئيس الوزراء ولكن احكي ويا رئيس الوزراء اذا كان هناك تحقيق للعدالة وكشف لملفات الفساد اللي بدون مجاملة، يعني يكون اكشفها مثل ما هي. هل يتابع اوضاع السجون اللي جاي تدر مليارات يوميا على حساب عوائل السجناء وعلى حساب الأمهات؟ يعني مثل ما التقيت بالأمرأة اللي بالحلة خلال زيارتك لمحافظة بابل، التقي بنساء عوائل السجناء بأمهاتهم، التقي يسمع من عندهم. يا أخي اليوم القائد والله الكريم ما ينحسب قائد إذا ما يسمع من الناس اللي جاي يحكمهم. هو جاي يحكمنا باسم دولة، والدولة لازم تبنى بالعدل يا أستاذ أنور، ما تنبني ترى بإعلام بالباطل. ولا تنبني بمواضيع واهية. يعني ماكو أوضاع السجون لحد الآن ما حد يقدر يسيطر عليه. حتى وزير العدل هسه بيقول أنا سيطر على مدير، عم كل مدير جاي مشتري منصبه بفلوسه، ما حد مان عليه للأسف.